أعلن المجلس الدستوري في الجزائر نتائج النهائية للاستفتاء على الدستور والذي تم بداية الشهر الجاري. يأتي ذلك رغم استمرار مطالبة معارضين للاستفتاء بسحب وثيقة الدستور بسبب نسبة المشاركة الضعيفة. كما كان متوقعا، وافق المجلس الدستوري في الجزائر على النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي جرى في الأول من الشهر الجاري. نتائج تطابقت مع تلك التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات سابقا، حيث تجاوزت نسبة المشاركة في الاستفتاء 23%، وهي الأضعف في تاريخ البلاد. وصوت من تلك النسبة أكثر من 66% لصالح مشروع الدستور، بينما تجاوزت نسبة الرفض 33%. خطوة المجلس الدستوري هذه سيليها إصدار رئيس البلاد مرسوما رئاسيا بإقرار الدستور الجديد وينشر في الجريدة الرسمية. مرسوم وإن كان شكليا في نظر البعض، فإنه ليس من الواضح لحد الآن على الأقل متى سيصدره الرئيس عبد المجيد تبون. فالأخير منذ أكثر من 3 أسابيع غائب عن البلاد بسبب إصابته بفيروس كورونا، ويتلقى العلاج في أحد المستشفيات الألمانية حسب الرئاسة الجزائرية. الأخيرة أكدت أن صحة الرئيس في تحسن وأنه سيعود قريبا إلى البلاد لاستئناف نشاطاته. ورغم أن الدستور الجديد بات أمرا واقعا بحكم إقرار نتائجه من طرف المجلس الدستوري، فإن أطرافا معارضة له ما زالت تنادي بضرورة سحبه بالنظر إلى نسبة المشاركة المتدنية. وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الكاتب والباحث السياسي حكيم بغرارة، وأيضا المحامي والناشط السياسي عبد الرحمن بن صالح. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ حكيم، يعني كما تابعنا في التقرير الخطوات المتبقية: توقيع من الرئيس الجزائري، إصدار مرسوم، ونشر هذا في الجريدة الرسمية. ربما أمور إجرائية ليس إلا بحاجة للوقت. ما الذي يعنيه بالنهاية، خاصة في ظل الجدل فيما يتعلق بنسبة المشاركة التي تعتبر قياسية وتاريخية، إقرار ومصادقة هذه التعديلات الدستورية؟ السلام عليكم. أعتقد أن إقرار المجلس الدستوري لنتائج التعديلات الاستفتائية، أعتقد بأنه كان أمرا منطقيا، ولو أن المجلس الدستوري استهلك أقصى أجال الفترة التي تعقب إعلان نتائج الاستفتاءات الدستورية، أي 10 أيام. وعليه فرئيس سلطة الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، والكلمات التي أرسلها الرئيس تبون كانت كلها تصب في خانة بأن السلطة ستعمل بهذا الدستور وستنزله في الجريدة الرسمية من أجل أن يصبح نافذا. وأكدت السلطة من خلال كلمات الرئيس أو مختلف ممثليها بأن السلطة متمسكة بتطبيق هذا الدستور والعمل به، رغم أن نسبة المشاركة كانت ضئيلة جدا، وحقيقة كانت من حيث الضآلة هي الناقصة من حيث كل الاستفتاءات أو الانتخابات التي عرفتها الجزائر. والغريب أن الإحصائيات أعتقد بأنها تعرضت لبعض التلاعب، فأعتقد بأن نسبة الذين قالوا نعم ليست 66%، فالنسبة الحقيقية هي حوالي 13% من 24 مليون ناخب. ف 66% هي تمثل النسبة من الذين قالوا نعم من المصوتين، لكن الهيئة الناخبة هي 24 مليون وليس 5 مليون التي صوتت، فالمصوتون هم الذين يمثلون 66%. طيب هذا يجعلنا نتساءل أستاذ حكيم، يعني 1 من كل 5 جزائريين فقط شاركوا في هذا الاستفتاء، وهذه الورقة التي تحاول الحكومة والسلطات الحالية في الجزائر تسويقها على أنها الفرصة للمضي إلى الأمام في الجزائر الجديدة، هذا الدستور وهذه التعديلات الدستورية ستلاحقها أزمة شرعية شعبية؟ حقيقة هي ناقصة شرعية، والكثير يطار بإلغائها، لأنه بالعودة إلى حديث رئيس الجمهورية الذي قال في أحد خطاباته بأن 80% من الجزائريين يمشون معه وسيوافقون على التعديلات الدستورية، كما أن الكثير من الدوائر السياسية كانت تتوقع حوالي 35 أو 40%. لكن الصدمة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء هو الذي يعكس بأن
حالتين، فإما رئيس الجمهورية كانت تصله تقارير خاطئة عن توجهات الرأي العام، أو أن عملية الحملة الاستفتائية لشرح الدستور كانت فاشلة 100%. فالجزائريين أعتقد بأنهم لم يقتنعوا بما ورد في التعديلات الدستورية، خاصة في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وبعض الثوابت الوطنية وكيفية دسترة اللغة الأمازيغية، التي لم يتوصلوا إلى حد الآن بالطريقة التي ستكتب بها هذه اللغة الأمازيغية. ويسأل العاقلون كيف للغة لم يتم التوافق على كيفية كتابتها تدستر، لماذا لم يتريثوا ويتركوا المجال للخبراء حتى يفصلوا في أمر اللغة الأمازيغية ثم تدستر؟ طيب، ولكن هنا يفرض السؤال، ورب العلي سأوجه هذا السؤال إلى أستاذ عبد الرحمن، يعني المسألة كانت في المضمون، وبالتالي رفض شعبي لمضامين هذه التعديلات، أم كانت المشكلة بسبب الظروف المزامنة وبالتالي ما فرضته طبيعة فيروس كورونا؟ ولعل هذا ما تحدثت عنه السلطات في الجزائر في حديثها وتفسيرها وتبريرها للنسبة المتدنية للمشاركة في الاستفتاء. نعم، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين وبضيفك الكريم. في حقيقة الأمر دعيني أوضح نقطة مهمة ومهمة جدا وردت في حديث الضيف تتعلق باللغة الأمازيغية. اللغة الأمازيغية مدسترة في الدستور الجزائري منذ 2003 ولم يأتي بها الدستور 2020. أما فيما يخص سبب تدني نسبة المشاركة وتعلل السلطات بأن كون الأزمة الصحية والحجر وكل التدابير المرافقة لمكافحة وباء كورونا هي وراء تدني نسبة، فأنا أقول كان من الأجدر على السلطة أن لا تقوم بعرض الدستور على الاستفتاء في هذا الوقت. كان من الواجب الالتفات نحو مكافحة وباء كورونا والالتفات بعد ذلك إلى كيفية بناء وكتابة دستور توافقي يشارك في وضعه ويشارك في النقاش ويشارك عليه الجميع، وليس فرض الدستور أحادي على الشعب. وهذه يعني نقطة مهمة ومهمة جدا. ولكن هذا يفرض علينا أن نتساءل بطبيعة الحال، فيما هذا الإصرار على بداية الاستفتاء بعد الاستفتاء وهذه النسبة الضئيلة، الإصرار على هذه الورقة وعلى هذه التعديلات بدل سحبها كما تطالب على الأقل فئات عريضة من المعارضة؟ لا تماما، بالإضافة إلى ذلك الإعلان في حد ذاته يحمل مخالفة دستورية، لكون أن الدستور يوجب أن المجلس الدستوري يصدر قراراته بإجماع أعضائه، والجميع يعرف أن المجلس الدستوري هو ناقص من حيث التشكيلة. بعد استقالة رئيسه السابق الطيب بلعيز لم يتم استخلافه، وبالتالي بقي المجلس الدستوري لأكثر من سنة وهو يعمل بأحد عشر عضوا فقط، في حين أن الدستور يجب أن يكون المجلس الدستوري ويتخذ قراراته بإجماع كل أعضائه 12، وبالتالي فهنا مخالفة دستورية لقرار المجلس الدستوري الذي صدر بالأمس. كان يفترض إكمال أولا تشكيلة المجلس الدستوري على الأقل مراعاة للشكلية التي يفرضها الدستور. نضيف إلى ذلك أن الجو العام أو المناخ العام لا يسمح بمناقشة في هذا. طيب، ولكن لم تجبني على سؤالي أستاذ عبد الرحمن، فيما الإصرار، لماذا هذا الإصرار من السلطة على هذه التعديلات؟ والله أنا لا يمكنني أن أقدم لك إلا تفسيرا واحدا، وهو أن السلطة الجزائرية عودتنا منذ الاستقلال على أن أول عمل يقوم به الرئيس الجديد هو كتابة الدستور أو وضع الدستور. شهدنا ذلك سنة 63، أقل من سنة بعد استقلال البلاد مع الدستور البلاد، ثم الدستور 76، ثم الدستور 76 الذي عدله الشاذلي في أول سنة من توليه الحكم سنة 79، ثم تعديل آخر سنة 1980، ثم تعديل آخر سنة 1980، ثم دستور جديد سنة 1989، ثم جاء زروال دستور جديد في 96 وبوتفليقة أيضا، والآن عبد المجيد تنبون يأتي بدستور جديد في سنته الأولى. وبالتالي فهو تقليد لدى السلطة الجزائرية على أن أول سنة في بداية حكم أي رئيس تشهد وضع دستور جديد أو على الأقل تعديل الدستور. طيب، ولكن هذا يجعلنا نتساءل أيضا، دستور جديد مع رئيس جديد في بداية عهده، ولكن هل يشكل قطيعة مع
النظام بعد الحراك. السؤال إليك أستاذ حكيم، إلى أي مدى، لأن تبون نفسه كان قد تعهد بأن الدستور الجديد سيؤدي إلى أخلقة الدولة وإلى جزائر جديدة في جمهورية جديدة، إلى أي مدى هذه التعديلات تتماشى مع هذه التعهدات؟ هو الحديث عن قطيعة مع الفترات السابقة، أعتقد بأنه كلام موجه للاستهلاك الإعلامي فقط. فعلى مستوى التصريحات وعلى مستوى الحوارات الصحفية، حقيقة التصريحات جميلة والخطابات جميلة والكلمات أجمل، لكن يبقى الواقع يفند كل هذه التصريحات وكل هذه الآمال، لأن إحداث قطيعة مع الماضي يتطلب جرأة كبيرة وشجاعة وعدم استعمال بعض وجوه الماضي ورسكلتها من أجل قيادة ما يسمى الجزائر الجديدة. فكل القطاعات تقريبا تعرف أزمات متواصلة وصدمات كثيرة، فحتى مثلا التحكم في معلومة أو إعلان إحصائيات إصابات يومية بجائحة كورونا أصبحنا نسمع يعني ثلاثة أرقام حول وضع واحد. وبالتالي فالحديث عن قطيعة يجب أن يجسد في الممارسات وحتى المؤسسات، والجميع مطلع على أن واقع الجزائر اليوم في ظل غياب الرئيس من أجل العلاج في ألمانيا، فالكثير من مؤسسات الدولة تجد نفسها عاجزة في ظل انعدام رئيس أو غياب رئيس جمهورية للعلاج. فالممارسة السياسية بالمقارنة على الأقل مع الفترة التي سبقت الاستفتاء الدستورية، نلاحظ ركود تام وعجز تام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في التعامل مع مختلف مشاكل ولكن هذه النقطة لا تقف عند الدستور فقط، لأن التعديلات الدستورية تفتح الباب فقط أمام مسارات أخرى، لعل من بينها تعديلات في قانون الانتخابات وصولا إلى برلمان جديد، وبالتالي إعادة البناء لا تزال مستمرة. هو حقيقة هو الجميع، البعض يقترح بأنه يجب أن نترك بعض الوقت للرئيس، لكن الوجوه التي تقود عملية إعادة أو صياغة التشريعات الجديدة الخاصة بالانتخابات والأحزاب والإعلام ومختلف القطاعات الأخرى، فهي يرأسها السيد العرابة الذي كان مع العهد السابق والذي صاغ تقريبا تعديلات الدستورية في سنة 2016. وبالتالي فالممارسات الميدانية لا تجعلنا نتفاعل كثيرا بما ستنجر عنه القوانين. قد تكون القوانين حبرا على ورق تحمل الكثير من المثالية والكثير من الآليات الجديدة، لكن المشكل الكبير عند تطبيقها ميدانيا. فالسلطة في الجزائر منذ 1992 دائما تعمل على تكوين يعني طبقة سياسية أو أحزاب أو جمعيات موالية لها، مع تضييق على كل الأطراف أو الأحزاب أو الجمعيات المعارضة في توجهاتها. وبالتالي فالشعب الجزائري مثل ما تقول السلطة أن هدفها الأول هو استرجاع الثقة، لكن الممارسات والصدمة التي خلفتها نتائج تعديلات الدستورية تعكس بأن الشعب طيب الجزائري هذه الصدمة، هذه الصدمة أستاذ عبد الرحمن، الصدمة التي شكلتها النتائج والنسبة المتدنية في المشاركة، هل يمكن أن تدفع السلطة في الجزائر إلى إعادة النظر، إلى مراجعة فيما يتعلق ببقية المراحل بالنسبة للمرحلة المقبلة، الرؤية السياسية، الممارسة السياسية في الحياة السياسية في الجزائر، وحتى وضع قطيعة مع ما يسمى بتدوير النخبة الحاكمة المستمرة إلى غاية الآن؟ لا أعتقد ذلك صراحة، لأن السلطة الجزائرية عودتنا في عملها على أن آخر اهتماماتها هو الإنصاد أو الاهتمام لما يطلبه الشعب. هناك دائما حيز كبير من عدم الثقة بين الشعب وبين السلطة، من القطيعة بين الشعب وبين السلطة، مما يجعل من الصعب القول أن لاحقا السلطة الجزائرية سوف تتعلم الدرس من المقاطعة الكبيرة لعملية الاستعادة، وسوف تنتهج نهجا مغايرا في التعاطي مع الشأن السياسي بما في ذلك مراحل الإصلاح التي أعلنت عنها والمتعلقة بتعديلات المرتقبة على القوانين العضوية المتعلقة بالحريات مثل قانون الانتخابات، قانون الجمعيات، قانون الإعلام، قانون الأحزاب السياسية. وبالتالي فإنه هناك اتجاه واحد فقط، وهو أن السلطة ماضية في طريق لا يؤدي إلى فرض وجهة نظرها. من الممكن أن تتراجع السلطة في أحيان
قليلة وقليلة جدا إذا شعرت بالضعف مثل ما شاهدنا في أبريل 2019 بعد الحراك العظيم والمبارك، ولكن سرعان ما تلتقط السلطة أنفاسها وتمضي باتجاه الطريق السياسي الذي تقرره هي. لذلك فإني أقول وأتوقع أن نفس المحطات القادمة، أي المحطة المعلن عنها والمتعلقة بإجراء انتخابات تشريعية فور إقرار التعديلات على قانون الانتخابات، ثم تلي بعد ذلك الانتخابات المحلية، فإنها ستشهد نفس نسبة المقاطعة ونسبة العزوف. طيب ولكن هل بالضرورة ينسحب هذا على انتخابات؟ لأن مثلا المشاركة في الانتخابات الرئاسية لا يمكن قياسها بالتعديلات الدستورية، فهل يقاس على المشاركة في التعديلات الدستورية على بقية المسارات على الانتخابات اللاحقة أيضا؟ لأن البعض يقول بأن وإن كانت الضربة للنخبة الحاكمة وللسلطة الحالية في الجزائر، البعض يقول أو على الأقل المعارضة تحاول أن تسوقها كمكسب لها وكثقل لها في الساحة الحالية السياسية في الجزائر. لا في الحقيقة حتى نقول مصلحين، الرأي العام في الجزائر يعامل الأحزاب السياسية المعارضة والحكومة في نفس الكفة، في نفس المعاملة، فهو يعتبرهما مع النتاج النظام السابق. ولعل هذا هو أحد أكبر الأخطاء الذي وقعت في السلطة الجزائرية أثناء تسويقها لحملة الدعاية للتعديلات الدستورية، عندما استعانت بنفس الأحزاب التقليدية التي كانت داعمة للتسويقها مثل حزب التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وأيضا استعانت بنفس الوجوه التي كانت تدافع عن خيار العهد الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مما شكل قناعة لدى الرأي العام أن هذه السلطة ما هي إلا امتداد للنظام السابق، وهو أحد أكبر الأخطاء، إضافة إلى خطأ الإصرار على فرض مناقشة التعديلات الدستورية وفرض الاستفتاء في هذه الظروف التي ينصرف فيها الاهتمام الناس إلى حماية صحتهم والصحة العامة بدلا من الخوض في الشؤون السياسية. نعم أستاذ حكيم، برأيك يعني تبعات هذه التعديلات الدستورية على الواقع السياسي بالنسبة للمستقبل على المحطات المقبلة، هل ستفرض على السلطة حتى مراجعة أولوياتها؟ هل يمكن أن نتخيل سيناريو للمضي قدما؟ هو لا أعتقد بأن السلطة ستتراجع عن تطبيق التعديلات الدستورية، لأنه في القوانين الجزائرية لا يوجد حد أدنى من المشاركة في انتخابات الاستفتاءات الدستورية، وأعتقد بأن الرئيس تبون كان واضحا في أول ندوة صحفية بعد تنصيبه وقال بأن محور برنامجه، تجسيد برنامجه الانتخابي، سيكون تعديل الدستور، ولا يخفى على التعديلات الدستورية بأنها توجهت إلى الخارج، أي أن الدستور أو التعديلات الدستورية أخذت بعين الاعتبار كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وبالتالي أعتقد بأن الذين صاغوا الدستور فضلوا التوجه إلى الخارج من أجل إرضاء كل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر مع الخارج، وبالتالي تصبح هذه الاتفاقيات الدولية أسمى من القوانين الوطنية، بينما الداخل الجزائري لم يستفد كثيرا من تعديل الدستور، والدليل على ذلك أن السلطة التنفيذية أو صلاحية الرئيس الجمهورية بقيت كما هي وزادت توسيعها، هذا على مستوى الدستور، بينما ما سوق له بأن رئيس الجمهورية تنازل عن صلاحيات لرئيس الحكومة والتشريعات فهذا لم نلمسه في التعديلات الدستورية، فالرئيس مسك بكل زمام، وأكبر خاسر كانت الهيئة التشريعية البرلمان الذي احتفظ رئيس الجمهورية بحقه بجرة قلم واحدة يمكن أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مسبقة، وبالتالي طيب برأيك هذا سيؤثر على الممارسة يعني السياسية، خاصة وأن الجزائر الآن تتجه لمراجعة القانون العضوي للانتخابات، بعد ذلك قانون الأحزاب، بعد ذلك إلى تطبيق هذه القوانين على الأرض إلى انتخابات تشريعية؟ لا، هو أنا قلت لك بأن التغيير في الواقع هو أمر صعب للغاية، السلطة حقيقة ستقوم بإعداد نصوص قوانين جديدة للانتخابات والأحزاب، لكن الذين يتحملون أوزار تجسيد هذه القوانين فالساحة السياسية غير مهيئة لاستقبال تغييرات، فعقلية الريع والولاء والمؤامرات والتصحيحات الداخلية داخل الأحزاب ستفشل كل يعني ما تريد السلطة أن تقوم، وخاصة في ظل العجز الاقتصادي وتراجع الأداء الاقتصادي والمالي في الجزائر
فكل الأنظمة العالمية، كل الدول، الطبقة السياسية تستمد قوتها من الطبقة الاقتصادية، التمويل. وحاليا الجزائر تعيس عجزا كبيرا، خاصة وأنها عجزت عن بناء اقتصاد خارج المحروقات، وبالتالي فالأداء السياسي مهما كانت الخطابات رنانة وتحمل مثل العليا، إلا أن يعني إمكانيات التمويل وتجسيدها سيكون يعني صعبا للغاية، والأيام المقبلة مثل ما تشير إليه توقعات كورونا والاقتصاد العالمي، أعتقد بأن الجزائر ستعيش أياما صعبة كثيرا اقتصاديا، وهو ما سيؤثر على إصلاحات الدولة سياسيا. فالمواطن ولكن الجزائري هذا نفسه يطالب بالتنمية والتحسين يعني يفهم بالاتجاهين، إلى أي مدى؟ وهنا السؤال إليك أستاذ عبد الرحمن، الجزائريون بالنهاية تحت هذه الوطأة الاقتصادية وتبعات كورونا وما إلى ذلك، هم منشغلون ربما بهذه التغييرات السياسية أكثر منها الاقتصادية والمطلوب من الحكومة ومن الرئاسة ومن السلطات الجزائرية إصلاحات على أرض الواقع في الجانب الاقتصادي الملموس بالنسبة لهم. بالفعل ما يهم الجزائريين حاليا هو كيفية خلق اقتصاد جديد قوي لا يعتمد على المحروقات كمصدر دخل. أما فيما يخص هذه الإصلاحات التي تقوم بها السلطة في المجال السياسي فهي حقيقة وصدقا في آخر اهتمامات الجزائريين، فلا أحد يطالب بإعادة النظر في قانون الانتخابات، ولا أحد يطالب بتعديل قانون الأحزاب، ولا أحد يبحث عن قانون الجمعيات. فما يهم الجزائريين الآن هو ضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال التكفل بتوفير فرص عمل، من خلال التكفل بتحسين وضع المنظومة الصحية المتهالكة بشهادة وزير الصحة، من خلال تحسين أيضا جودة التعليم وفرص التعليم. هذا ما يهم الجزائريين بالدرجة الأولى. للأسف الشديد يعني السلطة الجزائرية ابتعدت عن هذه الخيارات التي كان من الممكن جدا أن تقربها أكثر وأن تبني جسور من الثقة بينها وبين الشعب، وفضلت الحديث والخوض في المجال السياسي الذي لا يهم الجزائريين كثيرا في هذه الظروف، خصوصا إذا ربطنا ذلك بالوضع الصحي العام الذي يشهده العالم وليس الجزائر فقط، المتعلق بوباء كوفيد-19. وبالتالي فإن الخيارات التي اتخذتها السلطة الجزائرية هي خيارات خاطئة وخاطئة تماما. كان من الأجدر التركيز على مجالات أخرى أكثر أهمية والتي تشغل بال المواطن الجزائري. أستاذ حكيم، يعني الوضع الراهن في الجزائر هي يتم يعني استثمار أو حتى استغلال هذه الثغرات أمام يعني تركيز أولويات الجزائريين حاليا على الجانب الاجتماعي الاقتصادي وكذلك الوبائي؟ هو حق والأمور صعبة في الجزائر. الجزائر ما نعيشه حاليا هو ليس ثمار 20 سنة وعشر سنوات، هو منذ الاستقلال السلطة في الجزائر لم تكن تعمل، كانت فقط تقدم برامج شعبوية وكانت تخدم مصالحها كثيرا، ومحاكمات الفساد وأرقام الفساد منذ الاستقلال. هذا الفساد الذي عشش في كل يعني الأنظمة الحاكمة التي حكمت الجزائر، فالجزائر أخذت الاستقلال بعشرة مليون نسمة واليوم تقريبا خمسين مليون نسمة، ولكن أن تتخيلي تراجع عائدات النفط وتراجع الأداء الاقتصادي أمام ما يعانيه الشعب الجزائري. فجائحة كورونا مثلا يعني التعامل معها أظهرت فيه السلطة عجزا كبيرا، فهناك تضارب في الإحصائيات واستغفال الكثير من الحقائق، والجميع هنا تائه أمام صدمة هذه الإحصائيات، فمن 100 حالة ارتفعت إلى 900 حالة في ظرف وجيز. في الفترة التي سبقت الاستفتاءات الدستورية انخفضت كثيرا وبعد الاستفتاء مباشرة، وهنا جعل الجميع يشكك في تسيير ملف كورونا في الجزائر. ولكن أستاذ حكيم يعني أغلب الدول تواجه تحديات مع كورونا ليس فقط الجزائر، يعني إن نظرنا على الصعيد العالمي والدولي مقارنة حتى بدول متطورة ومتقدمة أو حتى على الصعيد الإقليمي للجزائر حقيقة، لكن هؤلاء الدول أظهروا عن استراتيجية وعن مصارحة شعوبها بحقيقة الإحصائيات والأرقام. فالسلطة كانت دائما تقول بأنني أريد أن أسترجع ثقة الشعب الجزائري، لكن كل ملف تأخذه السلطة وتحاول الاستثمار فيه وتلميع صورتها، لكن
سرعان ما يتحول هذا الملف الذي تريد أن تقدم من خلاله حل إلى مشكل أكبر من الحل. وبالتالي طيب في الجزائر فقط لأن الوقت بدأ يدركني لو سمحت لي أستاذ حكيم، وتوجه إلى أستاذ عبد الرحمن، برأيك هل هناك فرصة للمجتمع المدني للأحزاب للعب دور في الفترة المقبلة في الساحة السياسية بالنسبة للجزائر ضمن المعطيات الحالية؟ حتى تكون هناك فرصة لدى الجمعيات والأحزاب السياسية فلا بد أن يكون لها أولا قبول لدى الشارع، وهو الشيء الذي تتخذه هذه المنظمات والهياكل السياسية، لأن كما قلت يمكن أن نسأل أي مواطن في الشارع عن رأيه في هذه الأحزاب وفي هذه الجمعيات فهو لا يميز بينها ولا يفرق بينها وبين السلطة السابقة، لأنها نشأت وترعرعت وكانت تحظى بالدعم وكانت تدعم أيضا هذه السلطة. وبالتالي أقول أن على هذه الأحزاب والجمعيات أن تعيد النظر أولا سياساتها في برامجها في هيئاتها القيادية حتى تحظى على الأقل ببعض قبول من طرفي. شكرا جزيلا لك. للأسف انتهى وقتي، اعذرني. المحامي والناشط السياسي عبد الرحمن بن صالح، شكرا لك، وأيضا الكاتب والباحث السياسي حكيم بوغرارة.